طائرة تحمل المئات من الركاب وتسير في الجو لمسافات طويلة، لكنها لا تنزل في أي مطار. يبدو الأمر غريبا حقا أو غير ممكن، لكنه سيتحقق فعلا في سماء الأمر الواقع. فقد عملت إحدى الشركات الأسترالية الجوية المسماة كانتاس على تحقيق حلم الكثير ممن يحبون السفر، لكنهم عجزوا عن تنفيذ برنامج رحلاتهم خلال هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المطارات وكذا تشديد الإجراءات على التنقل والحركة. شركة كانتاس إذن ستباشر تنظيم رحلات ممتدة لسبع ساعات تمر خلالها الطائرة فوق مناظر طبيعية ومواقع خلابة، ولكن الشرط الأساسي هنا هو ألا تهبط الطائرة في المطار، بينما سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بمشاهدة مناطق الجذب السياحي الشهيرة في أستراليا مثل ميناء سيدني والحاجز المرجاني العظيم وشاطئ بوندي. كما ستوفر الشركة للركاب برنامجا ترفيهيا منوعا يتضمن مشاركة ومرافقة العديد من الشخصيات المشهورة على متن هذه الرحلات. ستخصص لمثل هذه الرحلات طائرات من طراز بوينغ 787 دريم لاينز، والتي عادة ما تستخدم في الرحلات الجوية العابرة للقارات، وتتميز بنوافذها الكبيرة، الأمر الذي يجعلها مثالية للمشاهدة من ارتفاع 30 ألف قدم.